اوه ماي جاد يا جماعه، الرضا الاغنيه ترندنج بكل جميع الدول جميع العربيه. جميع الدول العربيه. الاردن الاولى. اوه ماي جاد. المغرب الاولى. السعوديه الاولى. استراليا. لا اتحمس كثير. استراليا. اجل الاغنيه ترندنج بكل جميع الدول العربيه، مع زي العراق الثاني راح تكون اول ان شاء الله. اوه ماي جاد مبسوطه. فرنسا فرنسا فرنسا. لا بسرعة 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 بسرعة. نزلت فيديو جديد، اللي بيحب يعرف شو اللي صار بالضبط يروح يشوف الفيديو. وغير هيك نزل على التيك توك، روحوا خذوا الساوند تبعها واعملوا الفيديو كمان زي ما انا عملته. وكمان اللي بيحب يعمل رقصته الخاصه بالاغنيه نزلوا واعملوا عشان ارجع اعمل ريبوست انزلهم عندي وابدعوا. يلا بنته طيبه ومره كيوت. العب العب بعيد عني يا كتكوت، ما بيعرفوا اني ملكة الموت. بنته طيبه ومره. نزل فيديو انام الزيرو. هي النار النار صباح النار عليكم كاملين. تسجيل دخول من جيم، نهاركم مبروك. يلا دابا سالي الجيم وسالي تبوح الخبر واعر بزاف ان الاغنيه ديال رغده وفريد طالعه ترندينغ بجميع الدول العربيه الا العراق هي الثانيه، وان شاء الله يطلعوا هي الاولى. شي حاجه واعره بزاف. كنفتخر انني انا اللي صورت الاغنيه وتعاوننا عليها كاملين. طلعنا من الزيرو حتى وصلنا للمليون. شوف حصريا دابا نقولك واحد الخبر من فراس حتى شي واحد. قريبا غتخرج الاغنيه ديالي. بصح واش تقدر تكون المخرج ديالي؟ شوف هذا مع المانجر الطل سيمانه قبل قول لي باش خلاص تخلص كاش ولا فيزا؟ ها؟ الأول. بسرعة. يلا بسرعة 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 بسرعة. قبيلة مدينة الأمير شن. يلا. أغنية رغدة ترند في جميع دول الخليج، رقم واحد في جميع دول الخليج، هو في جميع الدول العربية ما عدا مصر رقم 11 والعراق رقم 2، بس المهم انها ترند. ليتس جو. العيال بيحبوني والشباب بيغزوني. يعطيكم الف عافية على الدعم. ورغدة ايم سو براود اوف يو. وبس شوف الشيء الثاني هو ان جريمة قتل في سدي من المقطع اللي نزلته قبل امس وصل 700 ومدري كم الف مشاهدة، يعني ما بقى له شيء على المليون. فاللي ما شافه يرفع شاشة على فوق يروح يشوفه ويسوي لايك لان المقطع مرة رهيب. بعد الورك اوت فما حاجة ياسر دو ستوريتنا ديال اليوم بخبر زوين ان اغنيتي مع هشام كملت 6 المليون ديال الفيوز اليوم. ليكيب الغنية انا وعادل وصلت ل 6 مليون مشاهدة، فيعطيكم الصحة بزاف علينا الحمد لله، فيها بركة 6 مليون. ولا بغيتوا تزيدوا